مرحبا بالخير يا أغلى الشهور يا هلالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا الشهر الكريم المبارك. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حي الواحد النهاردة بيستشعر بنفحات الإيمان ونسائم الرحمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجمعنا وإياكم في دار الخلد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير. رمضان جانا وجانب الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، جانب الجنة. ودايما بنقول شهر رمضان هو شهر الجنة، هو الشهر اللي بتفتح فيه أبواب الجنة. وكلنا عارفين طبعا أول حاجة بتحصل في أول ليلة في شهر رمضان، كما ثبت عن الصادق المصدوق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كما عند الترمذي بإسناد حسن: إذا كان أول ليلة، اللي هي الليلة اللي فاتت بقى، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، اللي بيحصل يا جماعة، صفضت الشياطين ومردت الجن. بتسلسل ليه؟ تعباك طول السنة وكل ما بتقع في مشكلة ولا معصية تقول هو الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو اللي كان السبب. في شهر رمضان ربنا بيصل لك أسباب العبادة. ربنا ليه؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. إزلاف الجنة وتقريب الجنة مش في الآخرة بس يا جماعة، في الآخرة وفي الدنيا. في الدنيا ربنا بيصل لك أسباب دخول الجنة، هو ده اقتراب الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما تصل عليه كما عند البخاري، قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يبقى الجنة قريبة جدا. وقلنا قبل كده يا جماعة إن الجنة فعلا قريبة. ممكن تكون الجنة في المصحف اللي أنت حطه جنبك على الترابيزة والتراب عليه بقاله سنة، افتح المصحف تلاقي الجنة. ممكن تكون الجنة في تقبيل إيدين الأم والأب اللي قاعدين في الغرفة اللي جنبك، ما بتسألش عنهم من الأسبوع للأسبوع، خش قبل إيديهم واطلب إن هم يصفحوا عنك ويسمحوك، وقول لهم أنا من النهاردة هكون بر بيكم، وتكون دي الجنة. ممكن تكون الجنة في إن أنت تخرج برة تلاقي طفل يتيم تمسح على راسه وتديله شوكولاتاية، يبقى هي دي الجنة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، سبحان الملك. يبقى إذن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. من رحمة ربنا إن ربنا بيصل لك في الدنيا أسباب دخول الجنة، وفي الآخرة يقرب لك الجنة نفسها. إزاي بيصل لك أسباب دخول الجنة؟ هو الجنة إيه اللي يدخلك الجنة؟ إنك تطع ربنا. وإيه اللي بيحوشك عن الطاعة؟ النفس والهوى والشيطان والدنيا، أربع أعداء هم دول اللي حيشينك عن الطاعة، هم دول اللي عاملين عقبة بالنسبة لك وحاجز بينك وبين الطاعة. ربنا بيصل لك كل حاجة في أول ليلة في رمضان، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن. وبعدين وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها بابس، التمن أبواب بتفتحوا، سبحان الملك. هو بتفتحه في اوقات تانية، بتفتحه طول السنة بس في يومين اللي هو الاثنين والخميس. الدليل حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح او تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقال: انظروا، اجلوا، انظروا هذين حتى يصطلح، انظروا هذين حتى يصطلح. يا ريت نتصالح، يا ريت نتصافى، يا ريت ننسى الخصومات والمشاكل اللي بيننا وبين بعض كمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهما الذي يبدا بالسلام. واحد كان مخاصم سيدنا علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب كان أمير المؤمنين، فبيقول له: يا أمير المؤمنين تعال صالحني. قال له: أنا أجل صالحك؟ قال له: أيوة، لأن النبي قال: هو خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وأنت والله خير مني. يا سلام. يبقى إذن سبحان الملك، يبقى أول حاجة بتحصل صفدت الشياطين ومرضت الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار اطمن فلم يفتح منها باب. وفوق ده كله بقى التشجيع المعنوي، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، يا اللي نفسك ربنا يغفر لك، يا اللي نفسك ربنا يرحمك ويعتق رقبتك من النار، يا اللي نفسك تكون في صحبة النبي في الجنة، يا اللي نفسك تكون من الناس اللي هينعموا برؤية وجه الله في الجنة، أقبل، تعال، أهو شهر الرحمة بالنسبة لك، أهو ده فرصة العمر، ده غنيمة العمر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر، يا اللي ناوي على الذنوب والمعاصي، يا اللي ناوي تقضي رمضان كله على المقاهي والخيمة الرمضانية الراقصة، حتى الخيام الرمضانية الأصوى، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين.
بيقول لك وتمتعوا بالخيمة الرمضانية مع السحور الراقص. سبحان الملك، وقت عبادة والثلث الأخير من الليل وتلاقي الناس قاعدة في الخيم الرمضانية وراقصات وأغاني ومطربين وفن شعبي وفن مش عارف إيه، والناس ناسية إن ده شهر كريم مبارك، وإن المفروض إن أنا أغتنم كل لحظة فيه علشان فعلا هندم في يوم مش هينفع فيه الندم، ويا باغي الشر أقصر، والنتيجة النهائية ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. مش صفضنا الشياطين، مش سلسلنا الشياطين، مش فتحنا لك أبواب الجنة، مش قفلنا لك أبواب النار، مش عملنا معاك كل الخير ده كله. طب خد بالك بقى من حاجة، وشجعناك وقلنا لك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، خد بالك اوعى تفوتك الفرصة الجميلة دي ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يبقى أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد في الدنيا بأسباب دخول الجنة، ربنا يسرها لك وخد بالك، وفي الآخرة الجنة نفسها فعلا تقرب لك. لكن زي ما قلنا يا جماعة الآية بتقول إيه؟ وأزلفت الجنة لمن؟ للمتقين. مين هم المتقين؟ إيه هي علامات التقوى؟ إيه هو تعريف التقوى؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، التقوى يعني باختصار شديد في أربع عبارات موجزة، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الله أكبر، شوف صدرها بإيه، التقوى هي الخوف من الجليل. لأن سيدنا أبو هريرة لما جاء الواحد بيقول له يا أبو هريرة ما هي التقوى، فرح هو قلب له السؤال بقى، قال له طب أنت لما بتكون ماشي في أرض فيها شوك ماذا تصنع؟ قال أتقي الشوك ما استطعت، يعني وأنا ماشي كده لقيت شوك هنا أو معدي كده ألاقي كده أو معدي كده، أنا أحاول بقدر الإمكان أن أنا أتقي الشوك أو الشوك، واخد بالك؟ قال هكذا فاصنع. هي دي التقوى، أن أنت تتقي كل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى، وتجعل بينك وبين عذاب الله وبين عقاب الله وبين غضب الله وقاية، سور وحاجز، على قد ما تقدر ابعد عن أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى التقوى هي الخوف من الجليل، والخوف يستلزم الطاعة. أنا بخاف من ربنا يبقى لازم أطيع ربنا، ولو وقعت في معصية ما أنا مش معصوم، العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب بنصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فلو وقعت في معصية أبادر للتوبة. والتوبة من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن لها ثلاث أطراف، الطرف الأولاني ثم تاب عليهم ليتوبوا، ده بيتضمن كم طرف؟ ثلاث أطراف، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى ثلاث أطراف فين؟ أول حاجة أنت وقعت في معصية، ربنا سبحانه وتعالى يلقي في قلبك أن أنت تتوب، فلما تتوب ربنا يتقبل توبتك، يبقى تاب عليك ألقى التوبة في قلبك، فلما تبت ودي الحاجة التانية ربنا تقبل التوبة منك، ودي الحاجة التالتة. ثلاث أطراف للتوبة عشان رحمة ربنا فعلا وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، وهو قال كده سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، بس مش لأي حد، فسأكتبها للذين يتقون. يبقى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يبقى المتقين دولت هم اللي فازوا بكل خير في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا، يا ربنا ينجي أهل التقوى، يبقى أهل التقوى اللي بيعدوا على الصراط هم اللي بينجوا، وأهل التقوى هم اللي الجنة بتقرب لهم، وأهل التقوى هم اللي بيخشوا الجنة، وأهل التقوى هم اللي بينعموا بكل حاجة في الجنة. تعالوا نستقبل رمضان، واحنا بنبدا برنامج جديد النهارده على القناه الجميله قناه الخليجيه، اسال الله عز وجل ان يزيدهم توفيقا وسدادا وان يبارك في سعيهم. عايزين نستقبل شهر رمضان بوقفات او مواقف ايمانيه. مواقف ايمانيه هو درس او برنامج سهل جدا جدا وبسيط، بقول هنختار من كل حاجه كده موقف ونبتدي نعلق عليها ونتشعب ونشوف الموقف ده المفروض نتعايش معاه ازاي، ونلقي المساله على ارض الواقع ازاي، ونعيش الموقف ده ازاي. اول موقف انا اعتقد ان احنا لو حبينا نتكلم عن مواقف ايمانية في الليلة المباركة ديت، فما اظنش ان احنا لازم نبدأ باي حاجة الا بالتوبة، لان العلماء بيقولوا ايه، اذا كنت عايز بقى فعلا توصل لطريق ربنا صح، يبقى لابد من التخلية قبل التحلية، لابد ان انت تشيل اللي في قلبك وبعدين تعبيه بقى خير. اديك مثال بسيط، الكوباية ديت فيها ايه؟ فيها مية. هب ان الكوباية ديت كان فيها مثلا فيها زيت او فيها اكل او فيها اي حاجه، وانا عايز يعني املاها ميه، فبعمل ايه؟ بفضيها الاول واغسلها كويس قوي، وبعدين ابتدي املاها ميه على نظافه، لان ممكن يكون فيها ملح، ممكن يكون فيها تراب. طب انا اشرب ازاي الميه ديت؟ مش هنفع اشربها صح كده؟ فعشان كده لازم التخليه قبل التحليه. القلب مليان ايه؟ مليان مشاكل،
مليان حب الدنيا، مليان شهوات، مليان شبهات، مليان معاصي، مليان مليان، فضي فضي فضي. خلاص القلب بقى فاضي خالص، تمام كده، نظفه شويتين بشوية استغفار وتوبة ورجوع لربنا سبحانه وتعالى، خلاص القلب بقى نضيفه زي أقول إيه؟ زي البفتة البيضة. ابدأ بقى حط فيه خير، لأنك لو حطيت الخير على كم التراب اللي كان موجود هيختلط ده مع ده، هيطلع خير يعني زي ما النبي قال عنه: خير وفيه دخن. قلت: وما دخنوا يا رسول الله؟ ده سيدنا حذيفة اللي بيسأله كما عند البخاري. قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. يبقى لازم ان انا نرضى عشان بقى تكون عقيدتي صافية، عبادتي صافية، معاملاتي صافية، أخلاقياتي ما شاء الله سامية. لابد يكون القلب ده نظيف، والقلب ده هو الملك، والجوارح دي هي إيه؟ الأعضاء. خد بالك، فإذا إذا صلح الملك صلحت إيه؟ الرعية. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب ده في الدنيا محل النية، في الآخرة محل الحساب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ومن كمال رحمته إنه ما بينظرش لصورنا ولبسنا وشكلنا والشياكة بتاعتنا وجمالنا وحلاوة عينينا وبشرتنا، إنما ينظر إلى القلوب مباشرة سبحان الملك. قلت لكم في مرة لو إني اتعرض على واحد فينا إنه يفضي كل اللي في قلبه ويحطه في طبق ويمر بيه على الناس ويفرجهم على اللي في قلبه. مرة بقول كده للشباب، واحد حط يده على راسه قال لي: يا نهار أبيض، دي تبقى فضيحة، ده لو عرفوا اللي في قلبه دي مصيبة، ده في قلبي سوسو وميمي ولولو وتوتو وحاجات كده يعني مش متزبطة، فده ده ده قلبي مليان فضايح. فقلت له: طب ما ننظف قلوبنا علشان ربنا سبحانه وتعالى لما يطلع على قلوبنا يلاقيها قلوب تستحق النصر، قلوب تستحق التمكين، قلوب تستحق الرحمة، قلوب تستحق الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم. لأن لو كان قال وإنما ينظر إلى قلوبكم وبس، دي كانت تبقى مشكلة. ده كنت تيجي تقول لواحد صلي يقول لك: الصلاة في القلب، البس حجاب، الحجاب في القلب، طب بر الوالدين، بر الوالدين في القلب. والقلب ده يبقى في الوقت ده صندوق الدنيا أو بدولاب بلاكار، وكانت الدنيا تخرب. وتلاقي واحد مثلا ما بيصليش، عم الحاج ربنا يبارك في حضرتك، أنت بتحب ربنا؟ أحب ربنا. وفي حد ما يحبش ربنا؟ ده أنا مفيش حد في الدنيا دي بيحب ربنا قدي. طب عم الحاج ان شاء الله ناوي تصلي؟ قال لي: ولا ناوي اركعها. خد بالك، ولا ناوي اركعها. طيب يبقى فين الحب بقى؟ يبقى عشان كده النبي وضح الجمله بشكل واضح جدا وجميل جدا: ولكن انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ولذلك كل الايات التي وردت في القران: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، على طول امنوا وعملوا الصالحات. ما ينفعش امنوا بس، الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، من كل شيء وله قرينة. يعني أديك مثال بسيط، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طب دي أعرفها إزاي؟ ده المحبة دي عمل قلبي. يعني كون يعني النبي بيقول إيه؟ بيقول اللي يحب إن الناس كل ما يخش كده مكان يلوم واقفين له كده وضربين له تعظيم سلام، فليتبوأ مقعده من النار، لأن ده من الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب أنا أعرف المسألة دي إزاي؟ دي مسألة المحبة، دي مسألة قلبية بحتة. أنا أعرفها منين؟ قال لك في بقى حاجة اسمها قرينة، قرينة توضح إن الرجل ده بيحب ولا ما يحبش. قال لك إزاي؟ يعني مثال: مدرس دخل الفصل، الفصل ده فيه 40 تلميذ، 39 تلميذ قاموا ما عدا تلميذ واحد. لو تمعر قلب هذا الرجل وتمعر وجهه وغضب قلبه ان التلميذ ده ما قاميش، انت ما قمتش ليه يا ولد زي ما كل زمايلك قاموا، هيبقى الراجل ده بيحب ان يتمثل الناس له قياما. لان ربما يكون التلميذ ده ما قامش مش احتقارا لشان الاستاذ او ان هو ما بيوقروش، ربما يكون مريض، ربما يكون عاجز، ربما يكون عنده اي عذر، ربما. فهو عشان نقول ان الراجل ده ما بيحبش ان الناس تتمثل له قياما، يبقى مش هتفرق معاه لما يخش الفصل ايه اللي يقوم يقوم واللي يقعد يقعد، ومش فارقه معاه. انما لو فرقت معاه مين يقوم ومين يقعد، يبقى ده يحب ان يتمثل له الرجال قياما. دي بيسموها قرينه خارجيه توضح ان الراجل ده بيحب الشيء ده او ما بيحبش الشيء ده. الشاهد في الموضوع، نرجع لموضوعنا، يبقى لازم نستقبل رمضان بالتوبه. رقم واحد: تخليه قبل تحليه. واحد طبعا هيقول
نقول كالعادة يا شيخ محمود هنتوب من ايه، ما احنا زي الفل اهو صايمين ومتظبطين وما شاء الله وقراية قرآن وزي الفل اهو، يعني هتوب من ايه؟ ده انا كده يبقى رضي الله عني وارضاني، يعني واخد بالك، ده انا كده اعتبر من العشر المبشرين بالجنة. اقول لك حبيب قلبي التوبة مش للمذنبين، يعني انت فاكر ان التوبة دي ان انا لازم اذنب عشان اتوب؟ لا، ده نوع من انواع التوبة. لا، ده التوبة لكل الناس، مذنب وطائع. أصل حتى الطائع مقصر. هو أنت حضرتك ممكن تتخيل أن أنت وفيت ربنا حقه؟ ده أنت لو وصلت كده تبقى ضيعت نفسك. ده في ملائكة شافهم حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي شاف الملائكة في ثلاث أوضاع عبادية لما طلع في رحلة الإسراء والمعراج. لقى ملائكة وقوف في حالة عبادة وخشوع لله، ولقى نوع تاني من الملائكة ركوع بيركعوا لربنا سبحانه وتعالى وإيه وفي حالة خشوع جامد، ولقى ملائكة في حالة سجود. فتمنى أن يجمع الله له تلك الأوضاع الثلاثة في عبادة واحدة، فأعطاه الله الصلاة فيها قيام وركوع وسجود، وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من فوق سبع سماوات. وهذا لعظم قدر الصلاة، لأنه لا توجد عبادة أعلى قدرا من الصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. ومن رحمة ربنا إن هي كانت 50 صلاة ربنا سبحانه وتعالى خلها 5 صلوات بأجر 50 صلاة، رحمة منه ومنة سبحانه وتعالى. فالصلاة دي يعني هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه العبد من عملية يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت، طب ده لسه ده عنده صيام وعنده زكاة ما يتفرقش خلاص، وإن فسدت فقد خاب وخسر، لأن هي دي الأساس. ولذلك سبحان الله ينفع إن واحد لما يموت ينفع أصوم عنه صيام الفريضة لو كان ما صمهاش، وينفع إن أنا أحج عنه لو ما كانش حج، وينفع إن أنا أتصدق عنه، لكن ما ينفعش أصلي عنه. سبحان الملك، صلى لها قدر كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان التوبة ما هيش فقط للمذنبين وانما للمؤمنين. قال جل وعلا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله. وبعدين اللي احلى من ده كله بقى واللي يوضح لك المسألة توضيح عملي جميل قوي، ان حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيتوب في اليوم والليلة كم مرة؟ قول. أيوة بالظبط كده، في رواية مسلم إن النبي كان بيتوب في اليوم والليلة 100 مرة، في رواية البخاري أكثر من 70 مرة. يبقى رواية مسلم توضح رواية البخاري، يبقى أكثر من 70 مرة، فالمقصود بها 100 مرة. النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب في اليوم والليلة ويستغفر 100 مرة ليه؟ ده يقام يصلي قيام الليل كما في الصحيح حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم، فأمنا عائشة بتقول له: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. ولذلك عايز أقول لك حاجة، والله العظيم يا جماعة، لو ما كانش في أي ثمر للتوبة، يعني مش هقول إيه، يعني مش هقول لك لو التوبة دي مش هتكون مغفرة للذنوب ولا هتدخلنا الجنة ولا أي حاجة، لكن لها ميزة واحدة، إن ربنا جل جلاله هيفرح بتوبتنا، لكان واجبا علينا أن نتوب. صح كده؟ النبي قال كده كما في الصحيح: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان بأرض فلاء ومعه راحلته، أو من رجل كان بأرض فلاء ومعه، إلى آخر الحديث. فربنا بيفرح بتوبة العبد أكتر من فرحة الرجل ده لما كان في الصحراء وضاعت منه الدابة عليها طعام وشراب وماله، يعني عليه أسباب حياته، فلما ضاعت اتجع في ظل شجرة ينتظر الموت، وفجأة لقى الدابة عند رأسي، فمن شدة فرحته مسك بالدابة، ومن فرحته راح ملغبط في الكلام، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ الرجل من شدة الفرح. الله، ربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم يا رب ويرزقنا الليلة توبة نصوحا. طب انت قلت البرنامج اسمه مواقف إيمانية، هتبدأ بموقف ايه النهاردة؟ موقف عجيب قوي، موقف كان من أغرب المواقف التي قرأتها، بيحكيها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمة واسعة، انه في بلاد حلب في سوريا، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي إخواننا وأهلنا في سوريا من بطش هذا الظالم
وأن ينجي إخواننا في ليبيا، وأن ينجي إخواننا يا رب العالمين في بلاد اليمن، وأن يصلح أحوال بلاد المسلمين، وأن يمكن المسلمين، وأن يصلح أحوال أهالينا في مصر يا رب العالمين، وأن ربنا يرزقنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في بلدنا الجميل مصر يا رب العالمين، ويعوض على شعبنا المسكين المظلوم اللي اتظلم سنوات طويلة. ربنا يا رب يولى علينا من يصلح ومن يكون رحيما بشعب مصر يا رب العالمين. قولوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. الشيخ علي الطنطاوي بيقول: داخل مرة مسجد من المساجد في مدينة حلب، فلقيت شاب. الشاب ده كل اللي أعرفه عنه إنه عياذا بالله زنا، شرب خمر، لعب ميسر، يعني بعيد عنك إيه، حاجة صعبة جدا يعني. فاستغربت، فلما لقيته في المسجد بيصلي فقربت منه، فقلت له: إيه اللي حصل؟ احكي لي، أنت تبت؟ قال له: تبت. قال له: تبت إزاي؟ قال له: احكي لك يا شيخنا، أنا تبت في مرقص. قال له: يعني ايه مرقص؟ قال له: مرقص مكان صاله ديسكو، يعني واخد بال حضرتك بلغه المشايخ، يعني صاله ديسكو شباب وبنات بيرقصوا فيها. قال له: تبت في صاله ديسكو؟ قال له: اه. قال له: ازاي؟ قال له: احكي لك. قال له: في يوم من الايام احد المشايخ الكبار الموجودين في حلب داخل المسجد بيصلي صلاه العشاء، فبيقول: يا جماعه، يا ايه الحكايه؟ هم فين الناس؟ المسجد يا دوب صف ولا صف ونص، فين بيت، فين الشباب؟ قالوا له: يا شيخنا، الشباب ليل ونهار في المرقص في الديسكو. قال لهم: مرقص؟ يعني ايه مرقص؟ قالوا له: مكان كده معين وفي خشبه كده، يعني زي يعني مسرح يعني، وبيطلعوا عليه بنات شبه عاريات بيرقصوا والشباب يتفرجوا، وبعد كده الشباب يطلعوا يرقصوا مع البنات، وقاعدين بقى يشربوا خمره ويسمعوا مزيكا ويشوفوا. قال: اعوذ بالله، واللي بيعملوا كده مسلمين؟ قالوا له: اه. قال لهم: يا خبر ابيض، طب لازم نلحقهم يا اولاد قبل ما يخشوا النار. قالوا: ناوي تعمل ايه يا شيخ؟ قال له: نروح ندعوهم في المرقص. يا شيخنا ربنا يكرمك، ده صاله ديسكو، حضرتك هتخش صاله ديسكو باللحيه دي وبالمنظر ده؟ ده هيقولوا داخل يفجر. قال لهم: لا، نروح ان شاء الله. والراجل كان يعني طيب وعلى نياته، ونحسب ان شاء الله ان راجل مخلص ونيته حلوه يعني. فرح هناك ومن نيته الطيبه داخل على مين بقى؟ داخل على شباك التذاكر. فبيقول للراجل اللي قاعد على شباك التذاكر، بيقول له: انا عايز مثلا 10 تذاكر ليه وللشباب بقى اللي معاه. فبص لقى كله ايه ما شاء الله لحى قد كده ومش عارف ايه. قال له: شيخنا، ده صاله ديسكو حضرتك حضرتك فاكره ايه يعني مطعم؟ قال له: لا، انا عارف انه صاله ديسكو. قال له: طب انت هتخش تعمل ايه في صاله الديسكو دي؟ قال له: يا ابني داخل عشان يعني اذكرهم بالله فيتوبوا فيسيبوا صاله الديسكو وما يجوش عندكم تاني يعني. فالراجل ضحك، يعني انت جاي تخرب بيتنا بقى، جزاك الله خيرا يعني. فراح منادي ايه لصاحب الايه، صاحب صاله الديسكو دي: خير يا شيخنا؟ قال له: انا جاي عشان كذا. قال له: يا شيخنا حضرتك ده اكل عيش ومش. قال له: يا ابني حرام عليك، اتقي الله، اكل عيشك في البلاء ده، فيعني ما ينفعش نخش نذكرهم بلا، ولعل وعسى يمكن يتوبوا ويمكن ما يتوبوش. قال له: طب حضرتك يعني ما انت كده هتخسرني ايرادي اليوم. قال له: ما تشغلش بالك، ايرادي اليوم كام؟ قال له كذا. قال له: خلاص، انا هجمع لك المبلغ ده بكره وهجي لك واديك ايرادي اليوم كاملا، وسيبني اخش اذكرهم بالله. قال له: حاضر، بس